الاستفسار بخصوص أمراض الذكورة. السلام عليكم، معاكم الدكتور هلال، يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة هجاوب على بعض الأسئلة اللي جات عندي في الموقع اللي هو دكتور هلال dr.hilal-.com. بالمناسبة لو عايزين اللي يحب يستفسر يفضل انه يستفسر في الموقع، لان تقريبا الاسئله اللي بتيجي على الموقع تقريبا كلها بجاوب عليها، يا في الموقع يا بعمل فيديو زي كده اجاوبكم على الاسئله اللي انتوا طرحينها. لو عايز تشترك في القناه عندك هتلاقي في الموقع الاتصال بالدكتور هلال يشرح ازاي ممكن تشترك. بالنسبة لموضوع أمراض الذكورة، هتلاقي أما تفتح موضوع أمراض الذكورة الاستفسار بخصوص أمراض الذكورة، هتلاقي في الأول كده موضوع مكتوب وبنتكلم فيه عن إيه؟ إيه الحاجات اللي أنت لازم تحطها؟ السن والعمر والحاجات دي، لأن قلنا الإجابة بتختلف باختلاف الشخص، العمر والسن ومتجوز ولا لا، وخصوصا دي حاجة تخص الذكورة. الموضوع نفسه هتلاقي تحتيه كام فيديو كده بتاع خاص بالذكورة، يا ريت تطلعوا بيه قبل ما تسألوا السؤال، لأن في الغالب الإجابة هتكون موجودة في هذه الفيديوهات. بعد ما تطلعوا على الفيديوهات ممكن تسألوا بقى في آخر الصفحة، آخر الصفحة تحت تقدروا تسألوا السؤال اللي أنتوا عايزينه. أول سؤال هنسأله هنا أو هجاوب عليه، وأنا جمعت لكم يعني أربع أسئلة. أول سؤال عن التهاب البربخ وعدوى غير جنسية، والسؤال الثاني التهاب الخصية في واحد بيمارس العادة الجنسية، السؤال الثالث ألم في الخصية وعنده ضعف في الانتصاب، والسؤال الرابع خصية ضامن. فخلينا نشوف الأسئلة بتقول إيه. الأولاني من واحد اسمه محمد أحمد بيقول إيه بقى محمد أحمد ده؟ السن 26 سنة، الطول 169 و الوزن 110. طبعا الوزن كتير جدا جدا يا محمد، يعني ايه يعني ارحم نفسك، الوزن كتير قوي بصراحه. 110 طولك 169، انت وزنك بالكتير المفروض يكون 70 كيلو، فعندك يجي 40 كيلو زياده. فانا متوقع ان اي مشاكل تحصل لك وخصوصا فيما يخص امراض الذكور. المهم هو ده صاحب السؤال الاولاني الخاص بالتهاب البربخ. وعاني من التهاب في البربخ للمرة الثالثة خلال سنة واحدة، كل مرة التزم بالتعليمات والأدوية ورفع الخصية، وشاهدت الفيديوهات الخاصة بالتهاب البربخ، ولكن اللي عندي مش عدوى جنسية، أنا غير متزوج ولم أقم بممارسة الجنس قبل ذلك، أرجو تفسير ما يحدث لي، ولو هناك تدابير وقائية ممكن أقوم بها لمنع حدوث الإصابة مرة أخرى، علما أنه كل مرة نفس الأعراض وفي نفس المكان بربخ بالخصية، يعني نفس المكان بربخ الخصية اليمنى الناحية اليمين، وهل يلزم عمل تحاليل سائل منوي بعد انتهاء مدة العلاج؟ الإجابة هو الراجل اختصارا كده بيقول عنده التهاب بربخ وجاله عدة مرات خلال هذه السنة، 3 مرات تقريبا، وإن العدوى دي مش جنسية. هو بيقول كده ليه؟ لأن في الفيديوهات معظم التهابات البربخ بتكون عدوى جنسية، فبالتالي هو بيستبعدها. هي 90% منها بتبقى عدوى جنسية طبعا، لكن ممكن تكون عدوى عادية جاية من التهاب أي مجاري بولي، ماشي. فالراجل بيقول تنصحني بإيه أو كده؟ التهاب البربخ لو أنت كنت خدت طبعا العلاج المناسب والجرعة المناسبة من أول مرة كان ممكن ينتهي، لكن في الوقت ده طالما متكرر فأنا أنصح بالآتي، بأنك أنت تعمل تحليل بول كامل وتحليل مني وصورة دم، كل ديت تحاليل هتفيد في تقييم الموقف. وفي حاجة تانية مهمة، أن أنت عشان تاخد العلاج والعلاج يجيب نتيجة 100% وتضمن، لازم تتبع أسلوب الحياة الصحي، لأن واضح جدا من تركيبة المعلومات بتاعتك وزنك فيه 40 كيلو زيادة، وهذا الوزن الزايد ليه أعراض جانبية أو ليه أثار على الجسم بتخلي الجسم مش قادر يتفاعل أو يتعامل مع الأدوية بشكل مطلوب. وطبعا برضو هذا الوزن الزيادة بيؤدي إلى أن المناعة بتاعتك بتكون ضعيفة، احتمال ان العدوى بتاعتك اللي انت بتحكي عنها خدت لها العلاج ناقص،
الجرعة مش مظبوطة، الفترة مش كافية، يعني لمدة مثلا المفروض العلاج كان يبقى لمدة أسبوع كامل أو أسبوعين، ربما إن أنت ما حققتش الكلام ده، فعشان كده بيرجع لك مرة تاني. وطبعا زي ما أنت قلت كده هو عدوى غير جنسية، لأن مش كل الإيه العدوى بتكون جنسية، لكن في 90% منها بتبقى العدوى جنسية. ده الرد على أخونا محمد أحمد. السؤال الثاني صلاح قنديل. أخونا صلاح قنديل بيقول: اسمي صلاح، 21 سنة، أمارس العادة السرية وأشاهد الأفلام الإباحية. حصل لي التهاب في الخصية وذهبت للدكتور وعرفت إنه التهاب في البرقة، وأخذت أدوية وقال التهاب اختفى، واختفى الألم بعد المداومة على الدواء، يعني خد الدواء وخف، ولكن لم يختفي الالتهاب، يعني الألم راح بس حسس إن في التهاب نهائيا، وحس بألم كأنه شكة على فترات متباعدة، مع العلم إنه مستمر في مشاهدة الأفلام والعادة السرية. فهل عدم اختفاء الالتهاب كليا مشكلة ويجب علي أن أذهب لدكتور أو تنصحني بدواء معين؟ لا، أنا ما أنصحكش بدواء معين، لكن أنصحك، يعني هو السؤال عنده التهاب خصية، الراجل بيقول أنا عندي التهاب خصية، بمارس العادة السرية وبشاهد الأفلام الإباحية. العلاج بتاعك انك انت لو بتمارس العادة السرية ماشي، ولكن بمعدل مقبول مرة او مرتين في الاسبوع. الحاجة التانية انك ما تشاهدش افلام اباحية، لان الافلام الاباحية بتؤدي الى نوع من الاحتقان، في الغالب عندك احتقان في البروستاتا، واحتقان في البروستاتا بيعمل الم في الخصية وفي البربخ يشابه التهابات البربخ، ربما يكون التهاب البربخ ده خف تماما بس اللي عندك احتقان في البروستاتا، وده سبب مشهور جدا جدا لألم الخصية، وخصوصا في الشباب اللي زي حالتك كده اللي هم يمكن لسه ما اتجوزوش وعندهم في العشرينات يعني. السؤال الثالث زكريا: السلام عليكم، عمري 23 سنة، وزني 63 كيلو، بس ما قالش طول، مش مشكلة، غير متزوج وأمارس العادة السرية بفترات متقطعة، ماشي، إيه المشكلة؟ قبل سنة يا دكتور كنت أعاني من تقطع في البول بيتقطع، وأشعر بعض الأوقات بحرقة، وأكثر على دخول الحمام في الليل، وفجأة لاحظت أني لم أعد أنتصر، يعني بدأ عنده مشاكل في البول، التهاب مجاري بولية، وبعد كده لقى نفسه ما بينتصرش. راح لدكتور وخد علاج وعمل فحوصات، قال عندي التهابات في البروستاتا، وأعطاني دواء. استخدمت الدواء على مدى شهر ورجع الانتصاب، ولكن مش مثل قبل كده، مش زي الاول. منذ حوالي شهر بدأت احس بألم في الخصيتين، ليس دائما لكن احيانا، ولكن من اسبوع بدأ الألم يزداد في الخصية اليمنى، وبدأت احس ان الخصية اليمنى اكبر من اليسرى، منتفخة، واحس ان لما افرغ البول بشكل تام في قطرات من البول يخرجن بعد ما اخرج اخرج من الحمام. هو طبعا ممكن القطرات اللي بتخرج بعد التبول ديت مش قطرات بول، ربما ماسي من البروستاتا، والراجل سنه 23 سنة، ما قالش بقى هل هو بيمارس العادة السرية ولا لا، بيشوف افلام اباحية ولا لا، بيمارس عنده ممارسات جنسية ولا لا، لان انا كده مش عارف الاجابة، يا ترى دي عدوى جنسية ولا مش عدوى جنسية. التهابات عندك احتمالات كبيرة، او لو انت ليك اي ممارسات جنسية انها تكون عدوى جنسية، انما في السن بتاعك ده احتقان البروستاتا ممكن يعمل الاعراض اللي انت قلتها في الاخر، انك انت لما تخش الحمام بتفرغ، برضو بعد التفرغ بينزل منك نقطة او نقطتين، وان بيبقى فيه الم في البروستاتا في منطقة الخصيتين احيانا، ده في الغالب ممكن يكون احتقان في البروستاتا، وده شيء مشهور في السن بتاع سعادتك. السؤال الأخير اللي هو طبعا بالنسبة للأخ اللي حكاية ضعف الانتصاب راح ورجع، ده شيء طبيعي في السن ده، بالنسبة للإنسان مش متزوج ممكن فترات يبقى حاسس إنه مفيش عنده انتصاب، وممكن يرجع تاني بشكل طبيعي، لأن عشان أنا أحكم على الانتصاب هل الانتصاب ده سليم ولا لا، لازم يكون في شريكة جنسية أو بمعنى أصح زوجة. السؤال الأخير من فليح، واحد اسمه فليح أو فالح: دكتور أنا بصغري من صغره كنت
كانت احدى الخصيه مرتفعه يعني عالقه مش تحت، وعملت عمليه بس كانت خصيه ضعيفه، كنت كبير بالعمر لا عمل العمليه وكبير في السن. الدكتور اللي عمل العمليه قال بان نسبه نجاح العمليه 91%، وقال بان اكو ده عرق يبان عليه، اكو نسبه شفاء او كويتي الخصيه، وما عملها وما عملهاش استئصال، يعني نزل الخصيه في موضعها وسابها. حاليا هسه يا دكتور ما احس بالخصيه ابدا، معناها الخصيه مش حاسس بيها، ضامره يمكن ده معناه الكلام، ولا اي اثر ليها. حاليا عندي خصيه واحده وما عندي اي مشاكل، بس خايف من خصيه ميته ممكن تسبب لي مشاكل لان هي ميته. هل المفروض لازم استأصلها ولا لا؟ عمري 24 سنه وعمل عمليه بسن 10 11 سنه. ماشي، يعني سؤاله عن الخصيه الضامره، هل هي ليها اضرار والمفروض يشيلها ولا لا؟ الاجابه المختصره لا، مش محتاج ان انت تشيل. والخصيه الضامره ليس لها اضرار بالنسبه للجسم، ومش لانها ميته هتصيب الجسم باي مشاكل. هي بتتنها زي ما هي كده ضامره، وطالما عندك خصيه ثانيه شغاله كويس، تحليل المني بتاعك كويس، النشاط بتاعك كويس، يعني انت بتقول عمرك 24 سنه، يعني مش حاسس ان في اي مشاكل في جسمك من الناحيه الذكوريه، فانت مش محتاج تتبع اي اجراءات بالنسبه للخصيه الضامره. وبكده اكون يعني جاوبت على اهم الاسئله تحت موضوع امراض الذكوره. واللي يحب منكم يسال اي سؤال يروح للموقع، اذا كان السؤال بخصوص امراض الذكوره يبقى يحط الموضوع بس بالتفصيل رجاء زي موجود في المقدمه بتاعه الموضوع عشان نعرف نجاوب اجابه وافيه. ولو سمحتم لو شايفين الفيديو ده بيفيدكم، ممكن اللي ما اشتركش يشترك، وممكن اللي ما اشتركش يشترك وتعمل لايك للفيديو، ولو شايفه مفيد للناس التانية اعمل له شير، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات قادمة باذن الله تعالى. وياريت تعملوا في الكومنتات ايه هي المواضيع اللي انتوا عايزين اتكلم عنها عشان استنير واعرف ايه الحاجات اللي بتشغل بالكم واقدر ايه أتكلم عنها إن شاء الله. وأشوفكم مرة تانية في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.